السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ورد إن شاء الله لقضاء الأشياء المستعصية. أي شيء كان عندك مستعصي تريد أن يقضى إليك، تتبع هذا الورد يوميا يقضى إليك في أي وقت شئت، ولكن من الأحسن تقوم بهذا الورد في الليل. من الأحسن تقوم به في الليل، تذكر هذا الذكر بهذا العدد الذي سأقول لك، وتطلب حاجتك يوميا تقضى إليك بسرعة من المجربات الأكيدة. إذا كنت مثلا تريدين الزواج، الشفاء من أمراض، تحقيق أمنية، السفر، أوراق، إزالة عكوسات، إيجاد عمل، إيجاد عمل، إيجاد عمل، تقوم بهذا الورد يوميا بنية إيجاد العمل، ستجده إن شاء الله. جلب الرزق، جلب المال، بيع وشراء، أي شيء تريده إن شاء الله، فقط تقوم بهذا الورد يوميا. وهو الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذكر عظيم جدا. أوله توحيد، توحيد للألوهية، توحيد لله سبحانه وتعالى. وسطه تسبيح، لا إله إلا أنت سبحانك، تسبيح إني كنت من الظالمين. خيره هو استعراف بالذنب، إني كنت من الظالمين، هو يعني استغفار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مجرب أكيد إن شاء الله، تقول في جلسة واحدة يوميا في الليل بهذا العدد 2394، 2394، 2394، تقول في جلسة واحدة في الليل وتطلب حاجتك تقضى إليك. مجرب إن شاء الله، تفعل الورد يوميا وحتى يقضى لك الشيء الذي تريد، يعني حتى يقضى إليك، وسيقضى إليك بسرعة إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.